ما سألش حضرتك عن النادي الأهلي، النادي الأهلي أخذ بطولة الدوري قبل النهاية بستة أسابيع، وحضرتك عارف إن هو عنده مشوار أفريقي. شايف النادي الأهلي، أو حضرتك طبعًا بخبرة حضرتك وتحليل حضرتك الفني، شايف النادي الأهلي قادر على العودة من جديد للتتويج ببطولته المحببة والمفضلة لبطولة أفريقيا؟ والله أول شيء مبروك للأهلي للدوري رقم 40. بطولة عادية تعود عليها الأهلي، حقق 40 موسم في تاريخه، رقم كبير تقريبا، هو من سياسة الأربع الأندية الأكثر تتويج في العالم في لقب الدوري المحلي. ثم قدامه ممكن جلاسكو وبينارول في الأوروغواي. الأهلي يبقى الأهلي، الأهلي راهو هذا اللي يعجبني في النادي الأهلي، العقلية. فريق العام الماضي وصيف بطل أفريقيا، ومعتبر انه لابد من ترتيب البيت من جديد وانتدابات قويه وانه المنافسه الافريقيه. هذا الفريق الكبير اللي تعود على البطولات، وانا متابع قناه الاهلي تقريبا يوميا، وشفت مباريات الدوري الكره الطائره اللي مبارك فيه للقلعه الحمراء في البطوله رقم 29، او البارح شفت الفاينل بتاع البنات ضد فريقنا تونس في كرتاج. التنظيم المحكم، الاهلي دوله، الفريق منظم. انا تشرفت اني دخلت القلعه الحمراء واني تكرمت، الهرم الاهلاوي اللي كرموا به بين ذكرين المميزين والنجوم. انا عندي في بيتي معتز فيه في 2006 بتاع النادي الاهلي، فهمت، خلط في الاهلي فرع مصر وفرع الجزيره وفرع ايش، معناها فريق منظم، فريق قوي، عنده تقاليد، عنده كل اداره. يدخل البطولة من المركز الأول، المركز الثاني بالنسبة لي فشل، الناس تدور زهورها وتروح كما تكون أنتوما زعلانة. هذا النادي الأسطوري، فهمت. البطولة أفريقيا مزاجي مونانا خطفوها 4-0، معناها خلاص الأهلي في دور المجموعات. حتى ما نشوف الانتدابات المجمع القيام بها، وثلاث أربع انتدابات وتوجهات، ونشوف الأهلي باش يكون المرشح الأول للشامبيونز ليج يتسبب موضوعي. كابتن معطيه عمر الخط مازال موجود. طيب حضرتك بسمعك تفضل كابتن عصام. اي لا مش نكمل، اي ناس معطيك، لا خلينا نكمل لقطه، مش نكمل لقطه اللي نقول انه الاهلي المرشح الاول للبطوله لعده اسباب، سبب فني، سبب الاستمراريه، سبب فني قوه اللاعبين، سبب الاستمراريه في المدرب مع خبرات كابتن حسن البدري، ثم الرئيس الجديد اللاعب الاسطوري الخطيب، لانه بيبو الخطيب في الموسم الاول لي في الشامبيونز ليج يحاول يوفر كل شيء للاهلي باش يكسب دوري ابطال افريقيا. لذلك انا مع الامكانيات المتوفره للفريق مع الاداره، انا نتصور انه الاهلي باش يكون على الورق المرشح الاول، والمنافسين التقليديين هم انفسهم، يعني باش يكون الترجي التونسي، النجم الساحلي التونسي، الوداد البيضاوي ما ينبه الراجع للساحه، الفريق الجنوب افريقي، لانه جنوب افريقيا لو ينافسوا فينا، لو تلاحظ عمر في السنوات الاخيره قاعدين يصرفوا برشا ودخلوا المنظومه ويحبوا يربحوا بطوله افريقيا. لذلك من كيف 4 سنين تغيرت القاعده طبعا التناقض. كانت مصر، تونس، الجزائر، المغرب شويه اساس قديما، الان لا، خل مازيمبي عنده تو 10 سنين، والان الكره الجنوب افريقيه في اخر 5 سنين. هذا هما تقريبا 6 أو 7 مرشحين، مع اللي ما نتصورش صراحه من غير مجاملات انه اللقب يخرج على الخماسي هذا مع فريق الوداد، طبعا باعتباره حامل لقب وعنده امكانيات الكبيره اللي تخليه يحاول يحافظ على لقبه. والمشاركه العربيه بتحدد، لانه دوري ابطال العرب الان 6 مليون دولار يا حبيبي، والفرق تشارك الكلها تحب تصدر بهذا المبلغ الخرافي بالنسبه للبطوله العربيه. اكيد طبعا التركيز بين العربي والافريقي ممكن يحسب، لازم كل فريق يقوي ناديه يعني بالفن، فكه الاحتياط تكون قويه باش يشارك المباريات الافريقيه والعربيه. كابتن عصام، يعني عايز اقول لحضرتك انا لما بسكت يعني بسيب حضرتك تكمل كل الحاجات اللي حضرتك عايز تقولها، عشان بصراحه مستمتع بحضرتك وتحليل حضرتك، ودي فرصه كبيره جدا ان لما يكون معايا كابتن عصام الشوالي في مداخله تليفونيه ويتكلم معايا على الشامبيونز ليج، ويتكلم معايا على فرص كل الفرق اللي موجوده في دور الثمانيه، كمان على محمد صلاح، وايضا على كاس العالم، وكمان الاهلي. اعتقد ان انا ما ينفعش اقاطع حضرتك، ومستمتع
بشكل كبير جدا. يعني كابتن عصام بجد يعني بشكر حضرتك شكر كبير جدا على وجود حضرتك في قناة النادي الأهلي، خاصة معايا طبعا في برنامج جوه ساكر، وما اعتقدش ان حضرتك سبت حاجة صغيرة ان ممكن تبقى فرصة ان حد يتكلم عليها. لكن طبعا تحياتي اولا لحضرتك كابتن محسن لملوم، ايضا تحياته لحضرتك. وبقى يعني الحلقات اللي جايه مش عايزين بقى ان حضرتك تبخل علينا بالمعلومات القيمه، واحنا عارفين ان احنا داخلين على كاس عالم وداخلين على قرعه تشامبيونز ليج، هيبقى عندنا كمان دور الاربعه والمباراه النهائيه. ده انا كمان كابتن عصام ما خدش حضرتك في الـ في الـ في اليوروبا ليج طبعا، انا عارف ان انا طولت عليك، لكن ان شاء الله بقى يعني ما تبخلش علينا في مداخلات جايه كتير. وبشكر حضرتك شكر كبير جدا 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 على وجودك معايا في قناة النادي الأهلي. كان معايا طبعا كابتن عصام الشوالي، طبعا يعني المعلق الكبير والشهير جدا 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 اللي كنا بنستمتع بيه، وزي ما انا قلت مش بس الأهلوية، لا ده كل جمهور مصر بيستمتع بالكابتن عصام الشوالي، واحد من افضل المعلقين اللي بنعرف ناخد منهم المعلومات بشكل كبير ودقيق. وكمان يعني يكفيني كلمة قالها، اعتقد ان دي يعني هي دي اللي انا طلعت بيها من المكالمه، لما اتكلم على النادي الاهلي وقال الاهلي دوله، فاعتقد كلمه زي دي تدل على مكانه النادي الاهلي مش بس في مصر، لا ده في الوطن العربي وفي افريقيا وفي العالم كله. فكانت مكالمه مهمه جدا جدا، وسبناه يقول كل اللي هو عايزه عشان لما كابتن عصام يتكلم اكيد كلنا لازم نسمع ونشوف رايه. هو عنده آراء فنية عالية وتحترم بشكل كبير، وإن شاء الله يكون موجود معنا في مداخلات تانية كتيرة نقدر نستفيد من رأيه الفني اللي بيفيدنا كلنا في مشاهدتنا لكرة القدم.